السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوين حالي في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل الترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل، القناة التعليمية. ما تشاهدونه هذه الأيام أو ما نلحظه جميعا في وطننا العربي الكبير، وطننا العربي الحبيب، ارتفاع مهول في درجات الحرارة عن الأعوام الماضية. هناك نصائح ومحاذير يجب أن نوصلها لأخونا النحال حتى لا ينهار المنحل ويذهب النحل في الباباي كما يقال. نصائح وإرشادات وأمور تقنية وفنية يستطيع استخدامها أخونا النحال لتفادي موجة الحر القادمة. موجة الحر قد تقضي على بعض المناحل إذا لم يتدارك أخونا النحال ذلك. محاضرة قيمة يتطرق إليها الأستاذ الفاضل الأستاذ أبو عرب محمد الجراح من الأردن، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني العظام عشاق النحلوم حبوه، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة إنما كنتم، وأسأل الله العلي القدير أن يبارك لكم في رزقكم ومالكم وعيالكم وأن يوفقكم لكل ما فيه خير ويجنبكم كل ما فيه شر. اخوان الكرام، يعني ستتعرض المنطقة الى موجة حارة ستضرب البلاد كافة، ربما تتفاوت هذه الحرارة او درجات حرارة من مكان الى اخر حسب مكان المنطقة وحسب ارتفاعها، ولكن حسب ما طلعت عليه وما تم نشره من دائرة الأرصاد الجوية للبلاد كاملة، فإن هناك ارتفاع مهول سيكون على درجة الحرارة، يعني ستلامس درجات الحرارة في الظل ما بين 38 والأربعين درجة. هذا ما يوحي إلينا بأن درجة الحرارة في تحت أشعة الشمس ستصل، يعني سنزيد من 6 إلى 7 درجات، يعني ستكون 45 لغاية 49 47 هكذا ستكون. هذا الارتفاع سيؤثر على الصناديق المتواجدة مباشرة تحت أشعة الشمس، وخصوصا الصناديق الغير معزولة، وحد يعني التحديد الصناديق الغير معزولة. الآن إخوان الكرام، ما هي الإجراءات التي تسبق هذه الموجة؟ هي بعض الإجراءات التي ستساعد من عملية تخفيف وطأة الحرارة على هذه الخلايا. أولا، عمل تضليل على هذه الخلايا إن أمكن، إن لم يمكن ذلك يعني وضع أي شيء متوفر لديك أخي أو أختي النحالة على أظهر الخلايا، يعني فوق الغطاء الخارجي، بولسترين، كرتون، أخشاب، البعض يذهب إلى وضع القش، البعض يذهب إلى وضع التبن، ولكن أي شيء تستطيع أن تجعل منه أن يخفف وطأة الحرارة على هذه الصناديق قم باستخدامه أخي الكريم. هذا يعني بالدرجة الأولى. الأهم من ذلك هو يجب العمل على الكشف مبكرا على الخلايا والتحييز على النحل، لأن النحل إذا كان الصندوق واسع والنحل يشغل جزء معين من هذا الصندوق ربما سيؤدي إلى انهيار هذه الطائفة. لماذا؟ لأن درجات الحرارة ستكون مرتفعة جدا، النحل المطلوب منه تبريد هذه الخلية وخصوصا الحضنة والعسل، توفير رطوبة، الحفاظ على درجة الحرارة المعينة. ربما ترتفع بعض الشيء درجة الحرارة، ربما تنخفض، ربما يفقد، هناك فاقد كبير سيكون في الرطوبة، ولكن عندما يتم التحييز عليها ستكون الخلية ستضبط هذه الحيز و سيكون درجة الحرارة والرطوبة ملائمتين إلى عشاش الحضنة والعسل. أيضا بعض الإخوان سيتجه إلى وضع محاليل سكرية مخففة، يعني 2:1، 2 ماء إلى 1 سكر، ويتم إضافة على سبيل المثال لكل خلية نصف لتر لتر، هذا لا بأس فيه وهذا جيد. الخلايا المعزولة، الصناديق المعزولة، مهما كانت أشكالها، مهما كانت أطوالها، هي عمودية أفقية، لا بأس في ذلك، المهم أن تكون معزولة. سيذهب البعض إلى وضع قطع البلاستيك أو النايلون على أظهر الإطارات، هذا ممتاز جدا، لن يكون هناك فاقد عالي من الرطوبة.
البعض الآخر يعني سيقوم بتضليل على هذه الخلايا حتى لا يفقد كميات كبيرة من النحل. إخواني الكرام، من يقوم بمكافحة أو وضع علاجات تستخدم لمكافحة الفاروة يجب سحبها مباشرة، وخصوصا الذين يقومون باستخدام الأشرطة الصينية أو الأمتيراز، بغض النظر عن مسميات هذه الأشرطة، ولكن يجب سحبها، لأنها عندما ترتفع درجة الحرارة ستكون نسبة التبخر من هذه الأشرطة ستكون مرتفعة جدا، وربما يؤثر ذلك على النحل وسيؤدي إلى موت أعداد كبيرة من الخلايا، ربما تفقد الخلايا الخلية ككل نتيجة الانبعاثات الصاعدة من هذه الأشرطة. أيضا إخوان الكرام، تفقد مشارب المياه بين الحين والآخر، ويفضل أن تكون مشارب المياه مصدرها من مياه الأمطار، ليست مياه التي تستخدم في المنازل التي فيها كلور أو فيها مواد معالجة للمياه معقمة. الأفضل أن تكون مياه من الآبار تضاف إلى المشارب ويتم تفقدها بين الحين والآخر. إذا نقصت هذه المياه أو جفت، فإن النحل سيذهب للبحث عن مصدر ماء آخر، وهذا يؤدي إلى إرهاق النحل، ربما يذهب إلى مياه ملوثة، ربما يذهب إلى مياه غير نقية، وهذا يؤدي إلى وجود تسمم أو أمراض يتم نقله إلى هذا. فنحن بغنى عن هذه الأمور، يعني هي أمور بسيطة. غدا صباحا يعني عندما تشرق الشمس يذهب النحال، يتفقد الخلايا، يحيز على النحل، الإطارات الزائدة يتم سحبها التي لا يغطيها النحل، إذا كان يتوفر لديه بوليسترين يضعه على أعلى الإطارات، عفوا على أعلى الأغطية الخارجية حتى يخفف من وطأة الحرارة، تفقد مشارب المياه. إذا كانت هناك أشرطة لمكافحة الفارو أو مواد عضوية يتم إزالتها، سحب الإطارات الزائدة عن حاجة النحل مثل المخزون، هذا سيرهق النحل في عملية تكييف درجة الحرارة لهذا الخلايا. بمختصر شديد إخوان الكرام، يعني موجة الحرارة، الموجة التي ستضرب المنطقة هي قصيرة جدا، يعني لا تتجاوز 3 أيام 4 أيام حسب ما هو متوقع، وعسى الله أن يحدث بعد ذلك أمرا. يعني نسأل الله أن تكون هذه الموجة فيها خيرا للأمة وللناس، ولا أن تكون فيها شر. اللهم أعطنا خيرها واكفنا شرها. عسى أن تتعدى هذه الفترة العصيبة، يعني هذه فترة عصيبة جدا، لأن الحرارة مرتفعة جدا، وخصوصا في المناطق في الأودية أو في المناطق الغورية أو الشفغورية. إن شاء الله أن تكون هذه ستمر بسلاسة وسلامة على الحيوانات والنحل والبشر. حياكم الله أخوان الكرام، بارك الله فيكم، أحببت أن ألفت انتباهكم إلى هذه الملاحظة، وهذا يعني هو واجب علينا أن نوجهكم وننوهكم إلى مثل هذه الملاحظة. حياكم الله أخوان الكرام، بارك الله. أضيف إلى ما سبق أخوان الكرام، من يتوفر لديه مخزون جيد من الرحيق والعسل، يعني يفضل قطفه في ظل هذه الظروف التي سنمر بها، يتم قطافه ويتم تعويض النحل بجرعة مخففة من المحلول السكري 2 ماء إلى 1 سكر. يعني لو قمنا بقطاف العسل ككل للخلايا كاملة، يعني لو قمنا بالذهاب إلى الخلايا غدا وتم قطاف الخلايا كاملة وتعويضها بجرعة تعويضية من 2 ماء إلى 1 سكر، من لتر إلى نصف لتر إلى لتر ونصف، يعني حسب قوة الخلية، هذا سيساعد أيضا في إيجاد رطوبة جيدة. الشيء الثاني، سنخفف العبء على النحل من التبريد على هذا العسل أو انصهاره وانسكابه في الصناديق. هذه بعض الإجراءات إخوان الاحترازية، والنحال هو أعلم ما يدور في صناديقه وملحمه. حياكم الله أخوان الكرام، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله كل خير.